في مثل هذا اليوم انتقل إلى رفيق الأعلى المرحوم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه من فلسطين كل الحب لروح فقيدنا الغالي، وكانت آخر ما قدم لفلسطين هو إنشاء مطار غزة، أول مطار فلسطيني على أرض قطاع غزة، كان قرار من الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه، وكان بتمويل من الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه، وكان بأيادي وسواعد مغربية، نفس أو نسخة طبق الأصل عن مطار محمد الخامس اللي في كازابلانكا. فكان أول طيارتين ينزلوا فلسطين للاعتراف بأجواء فلسطين كانت طائرات مغربية على مطار غزة اللي هو صنع مغربي، وكان آخر إهداءات الملك الحسن الثاني لفلسطين رحمة الله عليه، وطبعا إهداءاته كبيرة بما فيها أنه هو رئيس بيت مال القدس اللي